بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من المتفق والمفترق من الأسر الخليجية، وهي سلسلة نرصد فيها الأسر المتفقة لقبا والمفترقة نسبا وموطنا. نرجع إلى مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية والصحف والمجلات وكتب التاريخ والنسب التي نقوم بفهرستها حاليا ضمن مشروع ديوان الخليج، وكلامنا اليوم عن لقب السيف الموجود في الخليج. لا نريد أن نستقصي كل من يدخل في هذا اللقب، وإنما سنذكر بعض الأمثلة. من الأسر التي تحمل لقب السيف أسرة السيف لطريف، وهم من سبيع. هذه الأسرة موجودة في عنيزة وتنقسم إلى قسمين، أسرة لطريف السيف والمحيلان، وكلا الفرعين موجود في الكويت. فعلى سبيل المثال، فرع السيف نزح من عنيزة إلى الجهرة في الكويت، ثم استقر في المرقاب، ثم توزع في بعض مناطق الكويت، ومنهم المرحوم محمد السيف رحمه الله، والذي كانت له بقالة في منطقة الجهرة كما ذكر ذلك في بعض الكتب التي وثقت تاريخ الجهرة. من أسرة السيف لطريف من سبيع أيضا العميد سيف السيف. من الأسر التي تحمل لقب السيف أسرة قدمت من وادي الدواسر وسكنت في الفاو في جنوب العراق زمنا، ثم نزحت إلى الكويت، ويعرفون بالكويت باسم المشاري أو المشاري السيف، وهي أسرة كريمة شريفة الموطن والنسب. من أبرز شخصياتهم المحامي عبد اللطيف السيف رحمه الله تعالى، والأخ العزيز توفيق المشاري السيف، ومنهم أيضا الناشط في العمل الخيري وليد السيف. من الأسر التي تحمل لقب السيف أيضا أهل المجمعة، وهم أبناء الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله السيف. فالجد عبد الله هو الذي أسس المجمعة في مطلع القرن التاسع الهجري في حدود سنة 820، وصار أميرا عليها حتى تغلب عليهما العسكر. والحفيد شيخ عبد الله إبراهيم بن عبد الله هو شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصلح المجدد رحمهم الله تعالى. نزح فرع من هذه الأسرة وهم ينتسبون إلى الوبار من العبدة من شمر من حرمه إلى الكويت، واستقروا في الكويت، ومنهم رئيس مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار حامد السيف، ومنهم أيضا المذيع عبد المحسن السيف. من الأسر التي تحمل لقب السيف أيضا أسرة لدهام السيف، وهم أهل شرق وينتسبون إلى قبيلة الضفير من السويط من الضفير، وهم ذرية حمدان بن دهام السيف. منهم على سبيل المثال السباح الكويتي دهام بن حمدان بن دهام السيف، ومنهم أيضا الدبلوماسي صلاح حمدان السيف. من الأسر التي تحمل لقب السيف أهل بريدة، وهذه الأسرة الكريمة ترجع إلى جدها الشيخ محمد بن سليمان السيف رحمه الله تعالى، والذي قدم بريدة قديما وأنشأ له مسجدا يعد ثاني أقدم مسجد في بريدة، يسمى اليوم مسجد ناصر، وأنشأ له كتابا تحول إلى مدرسة تعرف بمدرسة السيف. وأسرة السيف أهل بريدة يسكنون قديما في أربيشة وصباخ وجردة القريبة من الكتاب والمسجد، وهذه الأسرة لها شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية وفي الكويت أيضا، فبرزت منهم شخصيات كبيرة، سواء كانت شخصيات علمية أو سياسية أو اجتماعية أو حتى تجارية. من أبرز شخصيات أسرة السيف أهل بريدة الشيخ عبد المحسن السيف رحمه الله تعالى، والمتوفى في سنة 1295 من الهجرة. وهناك شخصيات كثيرة كان لها دور كبير في توحيد المملكة العربية السعودية أيام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، كما أن هناك شخصيات في الكويت شاركت في العديد من المعارك الدفاع عن الكويت مثل معركة الجهرة، ويعرفون في الكويت باسم الموسى السيف. فمن شخصيات المملكة العربية السعودية أيضا اللواء محمد بن عبد الله السيف مدير عام أمن حرس الحدود في المملكة العربية السعودية، ومنهم أيضا في الكويت خالد عبد الله عبد المحسن السيف مدير إدارة الإدارة العامة للجمارك، ومنهم أيضا المحامي الكويتي الشهير عماد سليمان عبد المحسن السيف. هناك أسر أخرى أيضا تعرف بالسيف، أوردها الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله تعالى في معجمه في عنيزة وبريدة وفي الرس. فمنهم على سبيل المثال في عنيزة أسرة السيف التي منهم سليمان بن سيف، الذي يعد أول من أحضر جهاز استقبال في عنيزة في سنة 1357، وهو ممن كان يعمل مع الوزير بن حمدان. وهناك أيضا أسر في الرس منهم أبناء عمومة أهل المجمعة. وهناك أيضا أسر
أخرى تعرف بالسيف كثيرة جدا، منهم على سبيل المثال أسرة علم تنتسب إلى المذهب الشيعي في القطيف والحسا وفي البحرين، وأبناء عمومتهم أبناء عمومتهم أيضا أسرة موجودة في الرياض تنتسب إلى المذهب السني. والمراد أن لقب السيف لقب منتشر في الخليج يصعب حصره هنا. أن أشير للموضوع اختصارا، وحسب القلادة ما أحاط بالعنق، وللتواصل حول هذه الأسر أو غيرها أيضا من الأسر. هذا ما أردت بيانه وذكره حول ما يتعلق بلقب السيف ضمن هذه السلسلة المتفق والمفترق من الأسر الخليجية. وكما تعلمون لا أريد الحصر، فهناك أسر أخرى تحمل نفس هذا اللقب، وفي الأسر التي ذكرت أيضا هناك العديد من الشخصيات. إنما أردت أن أشير للموضوع اختصارا، وحسب القلادة ما أحاط بالعنق، وللتواصل حول هذه الأسر أو غيرها أيضا من الأسر يمكن عرضها إن شاء الله لاحقا على الرقم المذكور. نراكم على خير إن شاء الله. وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويل. آثار للأعمال التاريخية.